صباح الخير جميعا. تقبل الله منا ومنكم. اليوم عاد من الدن هذا من الدن صح؟ الله يجزاك خير. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضيعت كنت بقول أنا إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما الحديث إنه كل يوم اثنين، كل يوم اثنين وخميس ترفع الأعمال إلى الله، فكان يصوم حتى سنة كنت صومه عشان ترفع الأعمال، وحبه أن يرفع عملي مع الحديث وأنا صايم. فأي عمل ما بغيته وجه الله في مع الحديث شرحا عاد بقول لك يا شرحا، إن الملائكة تجيب العمل إلى الله، ترفع الأعمال إلى الله، فيقول الله ردوا، يعني ردوا العمل هذا في وجه فلان، ردوا في وجهه، ألقوا في وجهه وردوا في وجهه. فتقول الملائكة يا الله، يعني يا رب إن شفناه يصلي مثلا، فيقول الله إنه لو يبتغ بها وجهي فردوا. هذا هو الخسران المبين اللي صدق، يعني كل عمل مثلا تخيل، ولله المثل الأعلى، إحنا الحين طلع منا واحد وقدم فقرة وسوى ثم يقول مثلا حق الفقرة لا مالك ولا درجة عندي ولا نقطة، فجيك إحباط داخلي. فلله المثل الأعلى، فتخيل إنك تصلي ثم يقول له ردوه في وجهه، ألقوا به في وجهه بعد الحديث، لأنه لم يبتغ به وجهي. فكل ما خلصت والحاجة حتى العمل، أبو عبد الله قال كلام داخل عن موقف، إنه لو فلان ابتغى بالعمل هذا حاجة معينة والله ما تمشي، مثل موقف أحد من الشباب. فلو بغيت بأهل الله ولا بغيتها بينك وبين نفسك ما تبغى بها قدام الناس، والله أن تمشي أمورك. فقس عليها أمور الدنيا أمور الدين، أنتوا عاد بخس وعرف، لكن يعني أذكركم أن يغفل الواحد شوي. وبعد تكمل الاثنين والخميس ترفع الأعمال، من اللي ما ترفع أعمالهم يوم الاثنين والخميس؟ المتخاصمين. المتخاصمين الواحد يطمر السلام بعد أخوان، يعني من أخوياك أخوان الأهل اللي بينه وبين بعض، إذا كان بينكم خصام الواحد يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويتذكر أن الأعمال أنها ما ترفع، أعمال المتخاصين ما ترفع إلين ما يتراضون. فكم من واحد يا رجل قطعت وصل أرحام بينهم، كم من ناس أخويا بينهم قوة عشان موضوع تافه أمور دنيا منتهية. خذ حقك، ولكن الله يجزاك خير يا مجد وياكم جميعا. اللهم صل وسلم واجيك يا اليوم الشيخ. نبغى فطور برا بعشق، نبي فطور برا كذا على الطيب. ما تبي خاصم انت؟